حصرها. أيها الإخوة، نحن ينبغي أن نقول صفقة القرن الخاسرة، ولا ينبغي أن نظل نردد صفقة القرن صفقة القرن صفقة القرن، لأننا يجب أن نحكم عليها بأنها خاسرة، ونحن نعمل اليوم على فرض هذا الخسران. وتكريس خسران صفقة القرن يحتاج منا أن نترفع عن سني وشيعي ويساري وقومي وإسلامي، وننخرط جميعا فيما أسميه مذهب المقاومة. فنحن مقاومون قبل أن نكون سنيين، مقاومون قبل أن نكون شيعة، مقاومون قبل أن نكون شوافع أو أحناف أو مالكية، مقاومون قبل أن نكون ماويين أو تروتسكيين أو غير ذلك، مقاومون قبل أن نكون مسيحيين أو قبل أن نكون دروز أو قبل أن نكون عرب أو فرس أو أتراك. ولذلك نقول اليوم خلاصنا الدقيقة، ولذلك نقول اليوم يجب أن نبحث عن مذهب المقاومة ونعيد إنتاج مذهب المقاومة.